السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزين. نتمنى يا رب تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم نهاري ديال الاثنين كيفاش دوزو. بما أنني كنت صايمة عملت أحرير أو لحسوة ديال الشعير أو الدشيشة، حريرة ديال الدشيشة كتجي روعة صحية وكتصلح لهاد الأجواء ديال البرد. شهيوة لذاذ وخفاف وتصلحوا لهاد الأجواء ديال البرد. نتمنى تجربوهم في بيوتكم، ينالوا استحسانكم ورضاكم وتاكلوهم بالصحة والهنا. وكالعادة إذا عجبتكم الحلقة ديال اليوم عملوا لي لايك وانضموا للقناة ديالي وشكرا للمتابعة. يعني ملي صليت الفجر شخديت البلبولة، هنا عندي بلبولة متوسطة تقريبا واحد 300 غرام، زلافة ونص صغيرة ديال البلبولة اللي غسلتها مزيان من ديك النخالة اللي كتكون فيها، تغسلها جوج حتى ثلاثة المرات وخليتها حتى نشفات، وعضفت لها ماء غليان، ماء اللي يكون فاتح يعني طيب. صافي غادي غير نغطيها بالماء غير القياس ونغطي عليها ونخليها ترطب بهالطريقة، كترطب ودغيا كطيب لنا البلبولة. لاستيوس الثانية اللي درت هي انني كناخد بانيو كنغمرو بالماء، كنوضع فيه اور جافيل، انا كناخد هذا من بيم جيل جافيل يعني كيعجبني، والخل ابيض. يعني مره كل اسبوع كنقوم بهذه العمليه. كيف كتعرفوا الكيسان كيصفاروا مع اتاي، حتى الطاسه ديال القهوه، حتى دوك الطبيصلات اللي كنحطوا فيهم شلاضه وداكشي ديال كوتي، يعني كلشي داكشي يعني كيصفار مره ضروري كديروا هذه العمليه، ما كتطلبش مني وقت. انا كنشقشقايه وكنبدا نحيد حاجه ونوضع الاخرى ونضيف شويه ديال جافيل حتى كنكملهم كاملين، كنغسلهم بالصابون ديال الماعن، كنشفهم ونرجعهم لبلاصتهم. بهذه الطريقه الا اعتمدتوها كيبقاو معناتكم دائما نقيين حتى يشعلوا يعني، وما كيطلبش يعني منكم مجهود ولا وقت كتير. انتوما كتشقاو وانتوما يعني كدوزوا المعان حاجه بحاجه حتى كنسالي اخر مطاف كنوضع فيهم لي طورشون ديال الكوزينه. صافي وكنكون بهذه الطريقه يعني كملت معناتي كاملين. مره كل اسبوع كنقوم بهذه العمليه. هنا الكيسان بعد ما رديتهم بلاصتهم، يعني مره كديروا الكيسان ولا غدي يعني البرارد، كل مره كديروا حاجه كيدور الاسبوع كيلقاكم درتوا على الكوزينه باقل مجهود، والكوزينه دائما مطرفه ونقيه. بالنسبه للغدا انا ما طيبتش الغدا اليوم، يعني كنشط اللوبيا مسلوقه من نهار السبت، وحتى هذه اسيس زوينه تكون عندكم شي حاجه في الثلاجه واجده، شي حاجه مسلوقه بحال هكا ولا مبخره، طغيا سوطاتها وهذا هو غداها مع خوتها. اوف ما تقريبا ديك الزوج ديال العشيه دخلت الكوزينه. صافي غادي نبدا نوجد الفطور ديالنا وعشانا في نفس الوقت. هنا يعني البلبوله هاي ديال رطاب صراحه واجده، هنايا في العجان وضعت الدقيق، غادي نوجد عجينه البطبوط. اول شيء وضعت 400 غرام ديال دقيق الفورس في 300 غرام ديال دقيق فينو، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، شويه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الزيت والماء الكافي لعجن العجين بطبيعه الحال. هنا عملت جوج عجنات باش ندير كيلو 400 تقريبا ديال الدقيق، عملت جوج عجنات غادي نصاوب منها بطبوط معمر والباقي البطبوط العادي الخاوي اللي غادي يبقى لنا ايضا باش ندوزو العشيه وباش نفطروا لغد في الصباح. الحشوه اللي غادي نعتمد هي البصله الخضريه، الفلفله، الزيتون، الربيع. هنا عندي هاد العلبه ديال الطون، هذه فيها شويه الهريسه او الحار فيها السودانيه، والعلبه الثانيه يعني باش ما يجيش حار بزاف ولدي الصغير باش ياكلوا معانا. صافي هنا قطعت البصله ديالي وجدت تقريبا واحد 5 حتى 6 الحبات ديال البصله الخضريه، واحد 3 الفلفلات والربيع والزيتون ديالي والتوابل راهم حدايا. في مقلاه ساخنه غادي نوضع تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت، غادي نشحروا فيها البصله اول شيء يعني حتى تدبل لينا البصله، عاد نضيفوا لها الفلفله. كيف كتعرفوا البصله الخضريه يعني كتجي لذيذه في جميع الاطباق، سواء في الحريره في لي سوب، يعني في هاد التكتوكات في الحشوات، ايضا في الطواجن كتجي روعه ولذيذه. بعد ما تشحرت لينا البصله انا ضفت لها الفلفله، وانا راه ما كنشحرهمش بزاف، يعني اللي كيبغي يطيبهم بزيد ممكن، انا كنبغيهم شويه يبقاو قابطين في راسهم. بعد ما دبلوا لنا بزوج ضفت لهم نص معلقه ديال سكينجبير، معلقه صغيره مع مراش ديال الخرقوم او الكركم، معلقه صغيره ديال البابريكا او الفلفل الاحمر حلو، تكون معلقه صغيره يعني عامره واحد شويه. وغادي نضيفوا القياس ديال الملح تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الكمون.
صافي، وغادي نخليهم يتشحروا يعني في هاد القامه واحد 5 ديال الدقائق حتى كيتشربوا هاد القوام هاد التوابل كامله. وعاد نطفيو عليهم النار، وغادي نضيف لهم دوك العلب ديال الاسقمري والزيتون والربيح. انا ضفت لهم الزيتون مقطع تقريبا واحد 4 معالق كبار، ولا 5 ديال الزيتون مقطع، والربيع واحد 2 معالق كبار ديال الربيح. وفي اخر المطاف غادا نضيفو طونه. هادي هذا اسقمري بصلصه الطماطم، وفيه فيها دوك المزيودات ديال الحار، يعني اللي ما عندوش مشكل مع الحار ممكن يعملو بدوك المزيودات ديالو. هي شويه راه كتجي حاره. والعلبه الثانيه اسقمري عادي بالزيت، كنحيدو منه الزيت، وكنوضعوا الاسقمري مع الحشوه ديالنا، كنمزجوهم بجوج، وهالحشوه ديال البطبوط ديالنا واجده. الحشوه ديالنا ها هي دي واجده، يعني كتقادو الذوق كيف قلت ضروري، يعني كتذوق الملح قادو الذوق، عاد بداو تعمرو. والعجين ديالنا ها هو دا اختامر صافي، يعني كنفرشو ما كانش شي غال بالدقيق، كنرشو بالدقيق، وغادي نبدا نشكل كرات. وانتم يعني كتحكموا في الحجم سواء بغيتوهم صغار ولا كبار، انا شويه عملتهم متوسطين. وهاد الكميه ديال العجين يعني راه كتعطي تبارك الله ما شاء الله، يعني كتعطي كميه نيت تقريبا، عطاتني هنايا شي كدا 30 حبه، شي 31 32، ماشي كلهم عامرين، يعني عمرت حتى كملت العماره اولا الحشوه اللي عندي، والباقي عملته كيف قلت خاوي. ما جيت فين نكمل العجين، تكن الكرات الاولين يعني ترخفوا، كنبسطوهم ماشي بزاف، يعني كنبسطوا الجوانب اكثر شيء، وكنوضع فيهم تقريبا معلقه كبيره عامره ولا معلقه ونص ديال الحشوه في الوسط، وكنجمعوا الجوانب على شكل كموسه، يعني دائما بسطوا الجوانب اكثر من الوسط باش ما تقطعش لكم وتخرج منها الحشوه. صافي كنجمعوها على شكل كموسه بهذا الشكل، كنلفو مزيان، وغنبقى مستمره حتى نكمل الكرات ديالي كاملين. كنبسطوهم ايضا بعد ما كنكون كملتهم، كنبسطوهم غير واحد شويه. نتوما كتبسطو، نتوما كتحسوا بان ديك الحشوه صافي راها كدور في البطبوطه كامله. وغادي نوضعهم على منديل مرشوش بالدقيق ونخليهم يختام، يعني ما كنجيو فين نكملوا الكميه ديالنا حتى كيكونوا يعني الاولين صافي اختامروا في مقلاه ساخنه. كنبداو نطيبوا فيها البطبوط ديالنا عادي، بغيتو ترشوا بالزيت وطيبوا، بغيتو هكذا انا مرشيت لا بزيت لا بوالو. صافي في هذا الاثناء غنبدا نوجد احرير اولا الحسوه ديال الشعير اولا حرير ديال الشعير في طنجره ديال الضغط. وضعت تقريبا واحد 5 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وضعت معاهم واحد الحبه حتى لزوج، هنا عندي حبه كبيره ديال البصله الخضاريه اللي قطعت، الا كانت صغار غديروا جوج بصيلات صغار ديال البصله الخضاريه. غادي نوضعهم على النار حتى يتشحروا واحد شويه. صافي وضفت لهم واحد 4 الحبات ديال مطيشه اولا طماطم محكوكين، وغادا نضيف لهم تقريبا عندي واحد معلقه كبيره ديال الحلبه مع واحد 4 المعالق ديال العدس اللي نقيتهم وغسلتهم. غادا نضيف الربيع تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الربيع مقطع، قزبر ومعدنوس. وغادا نضيف لهم الكرافس تقريبا واحد 4 العراش ديال الكرافس اللي قطعت، صافي. وغادا نبداو نضيفو التوابل ديالنا. اول شيء واحد الرشه ديال الابزار او الفلفل الاسود، واحد 1/2 معلقه ديال الخرقوم بلدي، 1/2 معلقه ايضا ديال سكينجبير او الزنجبيل، والقياس ديال الملح معلقه كبيره ديال الملح، وواحد 1/2 معلقه ديال السمن، انا عندي سمن حار 1/2 معلقه ديال السمن. وغادي نردهم على النار يتشحروا واحد شويه، عاد نضيف لهم ماء غليان. هنا من بعد ما تشحروا لنا شويه ضفت لهم واحد 1 معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. انا في الغالب ما تنديرهاش الا كانوا عندي دوك القشور مطحونين ديال المطيشه اللي كنكون جمعت وكنكون مصابه في البيت، ما كنديرهاش دابا ما متوفرينش عندي تقاداوليه. وضفت ليها واحد راس المعلقه ديال الكمون. صافي وغادي نغطيو بالماء غليان تقريبا، هنا وضعت شي واحد 3 لتر ديال الماء غليان،
وغادي نقفل الطنجره ونخليها تطيب تقريبا 21 حتى 25 دقيقه، راه تما يطيب لنا العدس وديك الحلبه، وعاد نضيفوا البلبوله. بعد ما مرات ديك 25 دقيقه يعني حليت على الكوكوط، كتقلبوا العدس والحمه والحلبه يعني كتلقاوها طابت. هنايا البلبوله جاتني كثيره لذا ما غنضيفهاش كامله، صافي غادي نضيف غير القياس، يعني كنضيف وكنخلط عيني ميزاني حتى شفت يعني شيطت غير واحد شويه. وغادي نقفل عليها الطنجره وغادي نخليها تطيب تقريبا 21 ولا 25 دقيقه اخرى اضافيه، وها الحريره ديالنا واجده. صافي دابا قرب يؤذن المغرب، بديت كنوجد في اتاي ديالي. انا كيعجبني النعناع ولو ان دابا النسمه ديالو يعني ما منسمش مزيان، كنحاول ناخذ الملقم هو اللي باقي فيه شويه ديال النسمه. صافي وغادي نردو على النار يتشحر. البطبوط ديالنا الاخر ها هو دا تيطيب، والحريره ديالنا باقي لها واحد شويه. صافي وها هي واجده. وهنا ضروري ما نراجعوا اتاي باش يطلع لنا اتاي زوين، يعني ضروري من هذه العمليه كنراجعوا قبل ما كنزلوه في الطبله. والحريره ديالنا ها هي دي صافي وجدات. اخر حاجه سواء الزعتر ولا اعشاب التنسيم، انا كيعجبني نسمها، ضفت لها شويه ديال اعشاب التنسيم اختياري، اللي بغاهم يضيفهم اللي ما بغاهمش ما يضيفهمش. صافي وكتقادوا الذوق متابع الحال، كتذوق الملح اذا خاص الملح تضيفوه. هذا هو البطبوط ديالنا الخاوي بعد ما وجد، وهذه هي طبيلتنا، يعني ضفت لها بيض مسلوق شويه ديال الحرشه وبطبوط معمر، تيجي غزال يعني بهاد الحشوه ديال البصله الخضاريه كيجي زوين. صافي وحريره ديال الشعير او الحريره ديال التشيشه كتجي غزاله صحيه كيف قلت، وكتسخن وكتدفي لهاد الاجواء ديال البرد، كتجي رائعه ولذيذه. والمتبقي ديال البطبوط معمر يعني كتوضعوه في الماء المونتير وتدخلوه المجمد، وقت ما احتاجيتوه يعني كتسخنوه وكتلقاه واجد، يعني ما تيطرالو حتى شي حاجه، فقط غير يتغلف مزيان ويدخل المجمد. وبهكذا غنكونو كملنا الحلقه ديال اليوم. نتمنى اقتراحاتي اللي عطيتكم اليوم تروقكم، تنال احسانكم ورضاكم. وكالعاده اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم عملولي لايك وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.